طيب، بمناسبة التحكيم، احنا النهارده معانا يمكن خبر بالتأكيد أسعد كل الجماهير الكرة المصرية وأسرة التحكيم تحديدا كمان، لأن النهارده في رقم قياسي اتحقق لحكم دولي مصري بعد نجاح متميز جدا في كأس الأمم الإفريقية. تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي فيفا بعد ترشيح الكاف للحكم الدولي الكابتن محمود عاشور أن يكون حكم تقنية الفيديو الفار في الدورة الأولمبية أو الألعاب الأولمبية في باريس، وده رقم قياسي ليه وللتحكيم المصري لأنه تواجد أيضا في دورة طوكيو 2020 وموجود حاليا دلوقتي كمان في باريس الصيف هذا العام. ومعنا على التليفون الكابتن محمود عاشور. كابتن محمود، بنرحب بيك على شاشة قناة الأهلي وألف مبروك وبالتوفيق يا رب بإذن الله في الألعاب الأولمبية. بشكرك طبعا، مبسوط ان انا معاك محمد، ويعني بسلم عليك وسلم على كابتن امير عبد الحميد وعلى احمد سمير، ودايما كده متعلقين، بتشرف ان انا اكون موجود معاك وعلى قناه النادي. طبعا فرصه طيبه جدا وانت موجود معانا، لان احنا بالتاكيد لازم يكون لنا دور اعلامي مهم جدا مساند للتحكيم. ولما بنتكلم بقى في المحافل الدوليه والقاريه، احنا هنا بنتكلم على التحكيم المصري بشكل يعني اكيد لازم يشرفنا ولازم يبقى فيه مسانده ودعم. اختيارك للدوره الاولمبيه للمره الثانيه بعد دوره طوكيو، 11 مباراه في كاس الامم الافريقيه، بعد ما رجعت من كاس الامم مباراه في دوري الابطال سان داونز ويانج افريكانز، عندك مباراه الحد الجاي مع محمد معروف في مباراه نهضه بركان وابو سليم الليبي في الكونفدراليه. شايف الاختيارات دي كلها، وانا اسمع ان في الكاف لقب محمود عاشور سينيور، يعني انت المسؤول الاكبر عن تقنيه الفار في القاره الافريقيه كابتن محمود. هو طبعا الاول طبعا انا بحييك على المعلومات، ما شاء الله انت موسوعه يعني. ربنا يخليك. والله بكلمك بجد، يعني احنا بنعرف الاخبار منك. الله يخليك. ما شاء الله عليك يعني. طبعا الحمد لله شرف لي ان انا اكون متواجد في اولمبياد باريس، ويمكن ده يعني كنت قلت قبل كده حتى الحمد لله تواجدي كان في النهائي في امم افريقيا، ان ده مش لي انا بس، يعني الحكام كلها اللي ادت في امم افريقيا وكانوا على المستوى الحقيقه المتميز كلهم، ويمكن ده برضو وجودي في الاولمبياد، يمكن مش انا الواحد اللي كنت استحق، لا في مجموعه كبيره جدا من اللي كانوا موجودين ومرشحين لكاس العالم، اذا كان امين وابو الرجال واحمد حسام وبعدهم يجي معروف ومجموعه ثانيه، فانما يمكن انا الاكثر حظا من الحمد لله ان انا اكون موجود يعني، انما مش الاحسن انما هو من الاكثر حظا يعني، فده فضل من ربنا بشكر ربنا عليه الحمد لله. بالتوفيق يا محمود ان شاء الله. ان شاء الله تشرفنا، وخصوصا كمان انه منتخب مصر يعني بيشارك في البطوله، فنتمنى لكم انتوا الاثنين التوفيق. بس خليني اسالك واحد طبعا للاستعدادات او التحضيرات، هل منتظر ان احنا الفيرجن بتاع او النسخه بتاعت الفار اللي هتظهر في الاولمبياد يكون فيها جديد، وهل هيتم تحضيركم وتحضير حكام المشاركين سواء حكام ساحه مساعدين او حكام فار على تجديدات او مستجدات في تقنيه الفار؟ هو احنا يمكن لسه الاعلان عن الحكام وعن قائمه الحكام لسه يمكن كان امبارح، انما غالب يعني دايما البطولات الفيفا بتبقى بامور مختلفه شويه في التصوير في الفيرجن اللي موجود، حتى الشركه اللي موجوده بتبقى شركه مختلفه غير اللي احنا شغالين معاها هنا ومشغلين معاها في الاتحاد الافريقي. السيمي اوتوميتد بالنسبه للتسلل اللي احنا لعبنا عليه في البطوله العربيه قبل كده، يعني الامور بتبقى شويه مختلفه، والحمد لله يمكن برضه يمكن احنا محظوظين ان احنا يعني لعبنا بالحاجات دي وبالفيرجن الجديد، وحتى في امم افريقيا كانت الدنيا مختلفه والتصوير مختلف والاخراج كان مختلف، كان مساعد كانت حاجه ممتازه جدا، فده بيساعدنا ان احنا نكون موجودين يعني، مع حتى انت عارف احنا في فرق شويه بين عندنا في الانتاج بيننا وبين اوروبا، الامور شويه مختلفه في افريقيا او حتى في الدوري المصري، الامور شويه كتصوير وكانتاج وكاكويبمنت موجود، معدات للفار وحتى الفيرجن او البروجرامز اللي موجوده مختلفه شويه متطوره عن تبقى موجوده هنا، فبتساعد جدا جدا كحكام فار ان احنا يكون دورنا مهم، وتسهل علينا الامور بالنسبه لنا الفنيه الموجوده في غرفه الفار، كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نكون يعني ان شاء الله مستوى بيبقى مرتفع شويه حتى عن اللي انت بتشوفه في الدوري المصري. طيب، بمناسبه الموضوع والحديث عن فكره الفيرجن والامكانيات والتقنيات، ده هياخدني لسؤال مهم جدا ليك يا كابتن محمود، واعتقد فرصه طيبه وانت معانا على شاشه قناه الاهلي نتكلم في الجزئيه دي. وبصراحه انا بشكر برضو لجنه الحكام ان هي اتاحت الفرصه لينا ان احنا نوجه التهنئه لمحمود عاشور من خلال شاشه قناه الاهلي، ولكن
التقنيات والفيرجن بالمقارنه بالدوري المصري بكل امانه. انا فاكر كان في تصريح مهم جدا للكابتن سيد مراد المحاضر الدولي وكان مسؤول تقنيه الفار في اللجنه، قال لك نسبه دقه النتائج لا تتخطى 70%. هل الفيرجن اللي في الدوري المصري هو اللي مخلي فيه مشاكل في تقنيه الفار بالمقارنه بالفيرجن والمستوى اللي اشتغلته عليه، خاصه انك انت الوحيد اللي اشتغلت على كل المستويات في كل البطولات الدوليه؟ انا بس طبعا انتوا كلكم في الاعلام، يمكن انتوا يعني بالنسبه للتصوير والاخراج والحاجات دي يمكن انتوا اشطر مننا كتير قوي وتقدروا تقيموا الامور اكتر. انا عايز اقول لك بس ان مثلا الدوري المصري بيتصور من 8 ل 12 كاميرا، وما كانش فيه اللي هي ال او التصوير بالانالوج، يعني مش حاجات متطوره، كان ما كانتش الكاميرات مش 4K، ما كانتش الكاميرات 4K اللي موجوده، ما كانتش في العربيات كلها موجوده يعني. فانت متخيل انت قاعد بتتشيك على العاب بتسع كاميرات و11 كاميرا والعاب، وفي مكان تاني عندك 36 كاميرا، عندك 16 كاميرا خاصه بالتسلل انت فاهم، و22 كاميرا او 20 كاميرا متحركه وثابته بتجيب لك كل الزوايا اللي موجوده، والكواليتي مختلف والتصوير مختلف ومكان الكاميرات مختلفه، وزي ما قلنا كده الاكويبمنتس والحاجات اللي موجوده مختلفه. غرفة الفار اللي انت فيها قاعد بتشتغل فيها عندك تو ستيشن، واحدة متخصصة في التسلل ومعاها اوبريتورز موجودين، والتانيين ناس تانية قاعدين معاك، اتنين اوبريتورز موجودين، واحد على يمينك واحد على شمالك، بيجيبوا لك كل الالعاب وكل الزوايا اللي انت يعني ممكن تبقى شاكك ان هي تجيب لك توضح لك اللعبة، توضح لك حاجة، هم كلهم يعني كل ده وانت قاعد بيخدم عليك. فالسرعة والدقة وكل ده اكيد بيفرق. انت بتتكلم زي ما بقولك كده، احنا الدوري المصري في على فكره يعني احنا حكام الفار هنا بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا مع الاوبريتورز في وجود الامكانيات اللي موجوده، ما تقدرش يعني ما تقدرش تطلب اكتر من كده، لان الموضوع اعتقد ان هو شويه مكلف وشويه يحتاج تطوير اكتر واكتر. وعلى فكره احنا اعتقد من اربع سنين مش زي الدوري، مش زي السنه دي، مش زي السنه اللي فاتت، كل سنه في تطور وفي تحسن عن السنه اللي قبلها. لا لو مش شويه بتختلف طبعا في الحاجات اللي متاحه لك والادوات اللي انت بتشتغل بيها. اكيد. طيب في سؤال بقى، واحنا داخلين على مباراه القمه الاهلي والزمالك، وفرصه وانت معانا وانت عايز اقول يعني اكيد لك خبرات كبيره وانت يمكن من اكبر الحكام الموجودين حاليا في الدوري المصري والكره المصريه. دايما المسؤولين بيقولوا احنا بنرفع الحرج عن التحكيم المصري في مباراه القمه. هل بيبقى في حرج بالنسبه لكم ولا الامر ده انتوا شايفينه ازاي؟ بالعكس، اي حكم في مصر يتمنى يلعب مباراه القمه. انا الحمد لله كنت محظوظ، لعبت مباراتين للقمه اللي كان في وجود الكابتن احمد بجاد، لعبت فار في المباراه الاولى والثانيه. فار بين المباراه والمباراه كان 14 يوم، فكان المباراه الاولى كان البنا اعتقد، والمباراه الثانيه كان امين عمر البنا وامين عمر، والمباراتين عدوا. كل انت لو رجعت كابتن محمد وشفت كل المباريات اتلعبت بحكام مصريين من اول ابراهيم نور الدين لغايه ما اخر ماتش لعبه محمود البنا، الحمد لله كلها مباريات عدت بامتياز وباداء تحكيم ممتاز، ما كانش فيها اي مشاكل، ومباريات فيها احداث وفيها العاب كبيره وفيها ركلات جزاء، ومباراه محمد عادل فيها اربع ركلات جزاء على ما اعتقد، ومباراه البنا كان فيها ركلات جزاء. فالحمد لله كل الحكام اللي ادوا في مباريات القمه كان اداء متميز، والناس كلها كانت طالعه راضيه، سواء حتى انت في قناه الاهلي او في قناه الزمالك كان في اشاده، ما كانش فيها اي مشكله خالص في التحكيم. لا والحقيقه كمان لازم نقول بشيء يذكر، الحكام المصريين قدموا بطوله افريقيا الاخيره اللي كان الحقيقه قدموا مستوى عالي جدا. انا فاكر كويس جدا بعد انتهاء البطوله قلت انه مكسب مصر الوحيد هو مستوى التحكيم العالي، الحكام المصريين اللي شاركوا في البطوله، واللي قلت اتمنى انه ينعكس بقى على مستواهم هنا في الدوري المصري. والله كابتن احمد انا بتمنى، يعني احنا خلي بالك احنا حاجه بتشرفنا الدعم لما يبقى من الاعلام، وخلي بالك الاعلام مؤثر جدا 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 في الحكام، بيديها الثقه يعني فاهم، وبيديك يعني دفعه كويسه جدا، ويعني بتكبر انت لما بتكبر ناسك وبتكبر حكامك، يعني حتى في المحافل الدوريه والافريقيه لما بتلعب مباريات كبيره والناس بتشوفك وبتشارك وخلاص الناس عندها ثقه فيك، واحنا الحمد لله الثقه دي موجوده. اكيد في ثقه كبيره جدا 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 في الاتحاد، من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في الحكام المصريين. يعني والله المباريات الصعبه اللي فيها مشاكل وممكن يبقى فيها يعني اي يعني في مشاكل من انواع ثانيه، يعني في مش لازم مشاكل تحكيميه، مشاكل من انواع ثانيه انت فاهم، يعني مش هنتطرق ليها، بس لان في ثقه في التحكيم المصري في نزاهته وفي امانته وفي ادائه باخلاص وفي تركيزه، فكل المباريات الصعبه هتلاقي حتى لو بصيت في كاس الامم المباريات اللي ليها
يعني في اتحادات لها باور، لها باور في الاتحاد الافريقي، في انديه لها باور أكيد. فبتلاقي الحكام المصريين لانهم عارفين ما بيخافوش وما بيهابوش حاجه، بتلاقيهم محطوطين في المباريات دي، المباريات الكبيره كلها عندي كواليس كتيره متحد... ثقه كبيره الحمد لله الاتحاد الافريقي. ونتمنى ده، احنا كنا يعني كنا عايزين ان ده نستغله ونيجي هنا في مصر نلاقي برضه نفس الدعم ونفس المسانده من كل الناس، يعني سواء حتى من كل الاعلام، القنوات المحايده، القنوات اللي هي تبع انديه، كل ده والله هيأثر بالايجاب على التحكيم المصري اكيد باذن الله. نتمنى لمنظومه التحكيم كلها التوفيق، ونتمنى لك انت بشكل شخصي التوفيق في اولمبياد باريس يا محمود، وهي دفعه قويه النهارده باذن الله كمان. ان شاء الله باذن الله التهنئه، ودفعه قويه ان شاء الله ليكوا الفتره الجايه. مبروك كابتن محمود عاشور.